مستمرين معاكم كل مشاهدي متابعي قناه الاهلي في كل مكان. كابتن سعد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، مباراه كانت رائعه امام تليفون بني سويف النهارده. كمان النادي الاهلي بيؤكد الجاهزيه الجيده جدا لكل اللاعبين، عندنا غيابات كتير اكثر من 13 لاعب. تقييمك النهارده للمباراه، شايف الاداء النهارده ازاي كابتن؟ الحمد لله، طبعا الحمد لله على النتيجه، ودي مهمه جدا جدا، فصل ما بين البطوله الافريقيه بدوافعها بمشوارها بكل ما فيها اللي بترجع تاني لبطوله الدوري، بتبقى محتاج ان انت تخش في اجواءها سائله بكل ما تحمله الكلمه من معنى. مباراه مع فرقه كويسه وفرقه محترمه وجهاز فني محترم وعلى مستوى عالي، سائله في زي ما قلت ان هي الفصل ما بين بطوله وبطوله، سائله حتى في احداثها، يعني بتبدا بشكل كويس، كان ممكن تضيف الثاني والثالث والدنيا بتبقى مستريح فيها جدا، لكن بتيجي اللحظه الاخيره في الشوط الاول وبيتعادل الانتاج الحربي، بتخش في اجواء ثانيه خالص وتفكير ثاني في الشوط الثاني، سائله حتى في لعيبه المنتخب اللي ما كانتش موجوده معانا في بالها يومين ثلاثه، كل ده اعتقد ان هو كان يعني عوامل تدي صعوبه اللقاء، فكان مهم جدا 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 ان احنا نخرج فايزين الحمد لله. شد النهارده في المباراه كده، عايز اعرف تفسيره ايه وشايف سبب الشد النهارده؟ يمكن شفنا بعض الحكم كان في بعض الامور كده كان عنده يعني عدم رؤيه بسيطه كده، لكن شايف الموضوع النهارده ازاي كابتن؟ يعني زي ما قلت اهم حاجه في اللقاء النهارده كان الثلاث نقاط، ده مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نحصل عليهم. فيما يخص الامور التحكيميه يعني انا مش هعلق كتير يعني، لكن بقول ان المباراه الثانيه او المباراه اللي جايه مع فرقه محترمه، فرقه الاسماعيلي تاريخا بالتاكيد فرقه على مستوى عالي، عندها كمان مستوى متميز السنه دي، مباراه كبيره ما بين الاهلي والاسماعيلي، لكن نفسي كمان بعد ما تخرج اللقاء ما اسمعش حته اخطاء التحكيم ورده، واخطاء التحكيم دقنا منها في البطوله العربيه، واخطاء التحكيم دقنا منها في البطوله الافريقيه، واخطاء التحكيم دقنا منها في الاسبوع الاول احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في البطوله المحليه، اخطاء التحكيم ورده على طول، وهي دي الكلمه اللي بنسمعها وهي دي الكلمه اللي بتصبرنا او عايزين يصبرونا بيها، يعني اتمنى انها ما تتقالش دي، وبعدين اخطاء التحكيم دي ورده يعني علينا بس مش لينا خالص، فاتمنى انها تخرج بشكل كويس تليق باسم ومكانه الناديين، تليق باسم ومكانه الفرقتين، وتليق كمان بحاله الفرقتين السنه دي يعني. شكرا يا فندم، شكرا. كل الشكر طبعا وتقدير الكابتن سعد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي، مبروك من جديد للنادي الاهلي، مباراه مهمه وزي ما قلنا اشد من فريق النادي الاهلي في مباراه تليفونات بني سويف، وبنشيد كمان النهارده في مباراه الانتاج الحربي. مستمرين معاكم كل مشاهدينا ومتابعينا ولقاءات خاصه هنا من استاد السلام.